في المرحلة الحالية لا أعتقد أنه سيكون هناك عملية إسرائيلية واسعة في جنوب لبنان، والأسباب متعددة جدا رغم التصريح الإسرائيلية التي تستند إلى القرار 1701. المانع الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، والمانع الثاني هو إيران، والمانع الثالث هو حزب الله. إسرائيل تريد أن تقوم بذلك، ولكن من الناحية التقنية أعتقد أن أولوية إسرائيل الآن هي مسألة غزة في هذه المرحلة، خاصة أن العلاقات سيئة جدا اليوم بين تل أبيب والولايات المتحدة. ودعني يعني أحصر الكلام في جنوب لبنان، يعني في هذا الشق من المقابلة. يعني اليوم إذا كما لاحظنا المبادرة منذ الصباح هي كانت إسرائيل التي بادرت في الغارات الجوية منذ الساعات الأولى للصباح، وخلال الليل كان هناك استطلاع كثيف جدا فوق كافة مناطق الجنوب، وكانت هناك استهدافات لمناطق عدة يعتقد أنها يعني مداخل أنفاق لحزب الله، وذلك والدليل هو نوعية القذائف الجوية التي كانت تستعمل والتي هي معدة للانفجار في جوف الأرض. طبعا حزب الله رد، ويعني كعادته يرد، ولكن كثافة النيران الآتية من الجهة الإسرائيلية كانت أعنف بكثير. هذا الوضع مرشح للاستمرار طالما الوضع في غزة لم يطرأ عليه شيء جديد. المبادرات الدولية لن تعطي أي نتيجة طالما حزب الله يرفض الكلام عن أي يعني خطوة من قبله قبل وقف العمليات في غزة. كل الحديث الذي يعني يتم من قبل الموفدين الدوليين أكان الفرنسي أو الأمريكي هو ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، ولكن طالما لم نبلغ ذلك الوضع في جنوب لبنان مرشح لأن يبقى كذلك. المزيد من القصف، المزيد من احتمالات الاغتيالات، المزيد من استهدافات العمق. يعني أفهم كلام حضرتك يعني العميد الحلو، بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة ممكن أن تفتح إسرائيل جبهة عسكرية ثانية على حزب الله في جنوب لبنان، وهذا يتفاعل نعم كثيرا في حكومة الحرب الإسرائيلية. نعم نعم ممكن جدا، لأن الهدف الإسرائيلي في لبنان لا علاقة له بما يحصل في غزة. حزب الله ربط يعني أي مبادرة يقوم بها بما سيحصل في غزة، ولكن إسرائيل تريد من حزب الله إخلاء المنطقة عازلة بعمق من 5 إلى 10 كيلومترات من الحدود. هذا يعني حتى الآن هذا حصل، يعني هناك قرى مدمرة ومراكز كانت للحزب لا يمكن للحزب التواجد فيها يعني كما كان متواجدا من قبل. يعني إنه يحصل بطريقة تدريجية وممنهجة، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك بالكامل أو يعني إلا من خلال اتفاق أو عمل عسكري بري إسرائيلي واسع. حتى الآن العمل البري الإسرائيلي الواسع غير وارد، وقف إطلاق النار في جنوب لبنان أو التهدئة غير واردة، وبالتالي يبقى الخيار الحالي الذي هو استهدافات وحرب استنزاف. من جهة إسرائيل تدمير ممنهج لقرى الجنوب ولما تعتقد أنه أهداف لحزب الله، ردود من حزب الله جوا وبرا وهكذا دوليا.